إن كنت لا تخشى المجهول قم بتجربة. أحياناً نتردد باتخاذ القرارات ونرتبك ونخاف من تجربة أشياء جديدة في حياتنا، وأحياناً نخجل أو نستحي نشتغل بعض الأعمال وإن كانت هي شغفنا. إذا كسرنا حاجز الخوف والخجل وسوينا اللي نحبه أكيد بنكون وايد مرتاحين. الشغل في دولتنا الحبيبة متاح للكل، وقياداتنا الرشيدة تدعم المواطن وعامله بكل المجالات. في دولة الإمارات تتوفر البيئة المناسبة للعمل، يحصل كل موظف على كل الدعم. أنا قروان محمد الصيري. أنا ماجد الزعبي، مدير ورشة الصيانة. هلا وحيا الله، اهلا وسهلا يا ميت. اهلا وسهلا. الله يخليك، الله يطول عمرك. حتكون معنا بوظيفه تيم ليدر في اكبر ورشه نيسان على مستوى العالم هون، ما شاء الله. الحمد لله بالنسبه للسيرفيس طبعا. اليوم تشرفنا بوجود السيد قروان معنا، شاركنا عمليه التخطيط من بدايه اليوم الى نهايته، ومتابعه السيارات داخل الورشه، ومتابعه التكنيشن، التقارير والامور بالكامل من A to Z، من لحظه دخول السيارات الى لحظه الخروج. كل اماراتي يعتز بلبسه وعاداته وتقاليده، ولكن بعض الوظائف تحتاج الى يونيفورم خاص حقها. فمثلا الاعمال الفنيه تحتاج يونيفورم خاص بسبب طبيعه العمل اللي انت تعمله. بعد استلامي لبس الخاص بالعمل باشرت العمل في عدة محطات. بدأت من المحطة الرئيسية هي الكنترول روم، المنطقة المختصة بالأوردرات. كل أوردر له ناس مختصين فيه، فإحنا أخذنا أكثر من أوردر وزعنا على أشخاص متحددين. مثلاً أنا استلمت أوردر خاص بالكهرباء، وديت عند الشخص الفني مسؤول عن الكهرباء. استلمت اوردر خاص بتبديل العجلات بسبب الميجر سيرفس، وديت عند الشخص المختص. كلفنا قروان انه يتواصل مع احد الزبائن برا، يسمع منه الشكوى اللي هو بيشتكي منها، ويتابع الكيس من لحظه دخول السياره. طلع مع الزبون، شاف المشكله بالضبط شو هي، دخلت السياره داخل الورشه، قدر يوصل الفكره للتكنيشن بشكل ممتاز، وقدر يتابع مع التكنيشن عملية الإصلاح. وبعد ما خلصت المشكلة برضو عمل هو تيست درايف، جرب السيارة بنفسه وتأكد المشكلة انحلت. سلمنا الكيس للزبون، والزبون كان فعلا سعيد أنه أنهى هالتجربة بشكل مميز. وظيفة كانت جميلة ممتعة، تجربة جميلة يعني لا تصدق. أني أنا دخلت العمل الصبح ما أحس نفسي للحين العصر، كل دقيقة تشوف شيء جديد، كل ثانية شغل جديد، في مشكلة تقدر تحلها، ما حليتها تروح عند الثاني، شيء يعني فوق اللي ما تصور. أنا ما قد شفت مواطن في هالوظيفة بالتحديد، لا أعرف يعني عزوف المواطنين عن هالوظيفة بسبب أنهم ما يعرفون هالوظيفة أو أنهم ما بحثوا عنها. كمجال في الصيانة أنا ما شفت، والله ما شفت الحين، بس نتمنى الصراحة أن كل مواطن إماراتي يشتغل في كل قطاعات الدولة مهما كانت. الصراحة الشغل مش عيب. النهارده لما قابلت قروان، وخصوصا بعد ما خلص تجربته عندنا في الورشه جوه، وسالته في بعض المواقف اللي حصلت جوه، وكنت بتابعه طول فتره ما هو بينتقل في الورشه من مكان لمكان، كنت حاسس فعلا بنشاطه قد ايه كان نشيط جدا، قد ايه كان سعيد وهو بيأدي التجربه ديت، متعاون جدا، عايش التجربه كانه كان موجود معانا قبل كده من فتره. التجربه كانت يعني جديده علي، ما اعرف اي شيء فيها، بس تعلمت وحابب أنقل هالشيء من مجالي تعلمت فيه إلى مجال الواقعي. استمتعت بالتجربة وحسيت بيوم إيجابي.